مدبولي: الدولة تعمل بإجراءات مدروسة لتدبير الموارد الدولارية. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعلم جيدا حجم الفجوة الدولارية التي تواجهها وتعمل وفق إجراءات وخطط مدروسة لتدبير الموارد الدولارية التي تحتاجها البلاد. وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة أن التوسع في الاستثمار الخارجي المباشر وقرار تنشيط الإنفاق العام والطروحات التي ستتم لعدد من الشركات جزءا من مصادر سد الفجوة الدولارية. وأشار إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري لتسهيل الإفراج عن البضائع والسلع، وأنه منذ السبت الماضي انتهت أزمة تكدس البضائع القديمة في المواني، ويتم العمل على تدبير موارد النقد الأجنبي والإفراج عن السلع بصورة منتظمة. وأوضح أن الدراسات التي أجريت تقول أن 80% من أموال وأرباح المستثمر الأجنبي يعاد استثمارها في التوسع في حجم المصنع الموجود، نظرا لأن المستثمر يهمه جدا نجاح الكيان الذي يمتلكه حتى لا يضر أمواله، ورغبته في توسع الكيان الذي يمتلكه وزيادة أرباحه، وهذه هي طبيعة أي استثمار أجنبي في العالم. كما قال رئيس الوزراء أن الحكومة تنسق بشكل كامل مع البنك المركزي لضمان استمرار إخراج كل السلع الموجودة في المواني، لافتا إلى أن الأمور أصبحت مستقرة ووتيرة العمل أهدأ مما كانت عليه قبل إخراج السلع. أنا معايا على الهاتف الأستاذ حسن أبو خزيم محرر شؤون مجلس الوزراء بجريدة روزل يوسف. برحب بحضرتك يا أستاذ حسن. أستاذ سامح مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. النهارده واحنا بنتكلم على الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، هناك بعض القرارات الهامه والاجراءات التي تتخذها الحكومه من اجل دعم الاقتصاد، يا ريت حضرتك توضح لنا الصوره. يعني بالفعل زي ما حضرتك تفضلت، هناك جهود كبيره من الدوله المصريه لدعم الاقتصاد، لدعم القطاع الخاص والشركات الخاصه، وهذا الامر ده بيزود من مساهمه القطاع الخاص طبعا في عمليات النمو، وده توجه السيد الرئيس، وهناك تكليفات من القياده السياسيه للحكومة بالإسراع طبعا في إصدار الرخصة الذهبية. منذ عدة أسابيع الحكومة المصرية كانت أصدرت 9 موافقات كرخصة ذهبية لعدد من المشروعات، واليوم في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء تم الموافقة على 4 من الرخص الذهبية. هناك دعوة للمستثمرين وكل من يريد الحصول على الرخصة الذهبية إما يتوجه إلى رئاسة مجلس الوزراء، وهناك لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في تلقي مثل هذا يعني هذه الرخصة الذهبية أو الطلبات اللي هو للحصول على الرخصة الذهبية، بجانب طبعا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. أي أن الدولة المصرية بتعمل هناك طريقين للحصول على الرخصة الذهبية، وهناك عدد من الأنشطة التي تم يعني دعمها للرخصة الذهبية، وهناك تم الإقرار أن يكون في عدد يعني معين من الوقت عشان يتم الحصول على الرخصة الذهبية. كل ده يعتبر يعني حافز إضافي بالنسبة للمستثمر علشان يستطيع أن هو يزود من الشركات، يستطيع يزود من خطوط الإنتاج. ولذلك رئيس مجلس الوزراء هناك اجتماعات قد تكون أسبوعية لإصدار مثل هذا الرخص الذهبية. الأمر الآخر، احنا عارفين الدولة المصرية طبعا مهتمة جدا بموضوع المواني والتراكمات اللي هي كانت موجودة في المواني من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام خلال الفترة الماضية، ولكن نؤكد على رقم مهم هو ده يؤكد جهود الدولة المصرية في عملية انتهاء أزمة يعني التراكمات التي كانت موجودة منذ ديسمبر الماضي. وحتى هذه اللحظة الدولة المصرية والحكومة المصرية يعني أفرجت عما قيمته من بضائع بحوالي 14.5 مليار دولار من البضائع اللي هي كانت متراكمة، وأصبح الوضع طبيعي زي ما كان بيحصل قبل فبراير الماضي 2022، أي أن هناك لا توجد أزمة، وده مؤكد هيكون له مردود إيجابي على عملية توفير مستلزمات الإنتاج، وهناك عدد من الشركات لديها شهر وشهرين من يعني مخزون استراتيجي من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، ومؤكد هيكون هناك معروض أكثر من البضائع في الأسواق وما ذلك، ولكن ليس هناك عذر لدى أصحاب الشركات الكبرى
يعني واصحاب المصانع ان هم يزودوا الاسعار على المواطن، لان الدوله المصريه يوميا بتوفر لك الدولارات، واذا كان هناك يعني بضائع موجوده في المواني فمثل هذه البضائع لم تصل مستنداتها الى البنوك، لان هناك تنسيق تام بين الحكومه المصريه والبنك المركزي في هذا الامر، والمهم خدمه المواطن. نذهب سريعا الى الدعم اللي هي بتقدمه الحكومه المصريه لقطاع مهم من القطاعات، الا وهو قطاع يعني العقاري في الدوله المصريه، ويمكن كانت هناك تحديات في هذا القطاع امام المطور العقاري بسبب طبعا ارتفاع اسعار مواد البناء، وكذلك ندره مثل هذه المواد في بعض الاوقات. ولذلك يعني الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم وافق عدد من القرارات هو مد المدد الزمنيه لمشروعات التطوير العقاري بنسبه 20% ك يعني نسبه اضافيه للمده الاجماليه، بالاضافه طبعا يعني ترحيل الاقساط المستحقه على المطور لنفس المده. كان في السابق سامع باعتبار المشروع مكتمل البناء بنسبه 90%، ولكن مجلس الوزراء وافق اليوم تنزيل هذه النسبة إلى 85%، وده بتدي إضافة وقت كبير بالنسبة للمطور إن هو يكمل مشروعه. كذلك بالنسبة لتخفيض نسبة الفائدة الإضافية من 2% إلى 1%، كلها دي قرارات طبعا مهمة جدا للتطوير العقاري، قرارات مهمة للقطاع الخاص. تعتبر هذه أو هذا الوقت هو الفرصة الذهبية أمام القطاع الخاص. الدولة المصرية بتمد يد على القطاع الخاص المحلي والأجنبي. الأمر الآخر بالنسبة لطروحات البورصة، إن شاء الله في الاجتماع المقبل للحكومة سيتم، يكون هناك طبعا مؤتمر صحفي كبير يعني لبيان الشركات التي سيتم طرحها في البورصة المصرية، سواء بالنسبة للبورصة المصرية أو بالنسبة ل يعني مستثمرين استراتيجيين. هذه الشركات لا تقل عن 20 شركة، ويعني الدولة المصرية طبعا والهدف هو يعني دخول الأفراد والمواطنين في عملية الطرح وما لذلك في عملية الإدارة. كذلك الدولة المصرية عملت أو الحكومة عملت على خطة لترشيد الإنفاق والتوسع طبعا في دعم الاستثمار الخارجي. المستثمر الأجنبي طبعا معروف أن هناك عدد من المستثمرين الأجنبيين بيزودوا أعداد الشركات، بيستطيع أن هو بيضخ طبعا أموال كثيرة وبيعمل عملية دعم وبيوفر طبعا عمالة مصرية، يعني توفير عمالة لهذا المصنع. كل ده مردود إيجابي على الاقتصاد المصري. هناك يعني محفزات كبيرة للاقتصاد المصري، هناك محفزات للقطاع الخاص من أجل يعني زيادة المعروض، من أجل تقليل الاستيراد من الخارج، والهدف هو توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام على مدار الساعة. يعني أنا شايف أن الحكومة بتقوم بدور كبير جدا بصراحة، باقي دور على الشعب نفسه أن احنا نلتزم، أو الكبار التجار والصناعات الهامة نلتزم بسياسة سعرية عادلة تساعد الدولة على المرور من هذه المرحلة. فده شيء مهم جدا في هذا التوقيت. كويس حضرتك طرحت هذا الطرح يا استاذ سامح. ما حدش قال لك كتاجر ان انت ما تكسبش، كدوله كحكومه بيقولوا لك اكسب، ولكن هذا المكسب لابد ان يكون عادل، لابد ان يكون مناسب لما تكلفته من مواد خام حضرتك يعني جبتها من الخارج، وما لذلك الدوله المصريه بتوفرك الدولارات في البنوك، وما لذلك عشان ان انت بتستورد من الخارج الدوله المصريه بتقدم لك تيسيرات وتسهيلات. حتى بالنسبه لمعارض اهل رمضان التي بدات في بدايه من يناير ومستمره ان شاء الله بعد حتى بعد انتهاء شهر رمضان، الدوله المصريه والحكومه المصريه والمحافظات بتوفر هذه المعارض مجانا بالنسبه للمرافق والاعراض للتجار والغرف
الغرف التجارية، الغرف التجارية عليها دور كبير، وتسامح اتحاد الصناعات عليه دور كبير في عملية أن يكون هناك سعر عادل ومناسب للمواطن المصري. بلاش جشع بعض التجار، وإذا كان هناك جشع لابد أن يكون هناك القانون. القانون موجود من أجل عملية التنفيذ، من أجل وجود رقابة. ده طبعا مهمة مفتشة فعلا. يعني حضرتك وضحت الصورة بطريقة جميلة جدا ومبسطة للمشاهد العادي. أنا بشكر حضرتك الأستاذ حسن أبو خزيم، محرر شؤون مجلس الوزراء بجريدة